يعني، تمام. وسبت ومشيت. فلقيتني قاعدة على شط بحر، والبحر ملان قوي قوي مية، والمية نظيفة وحلوة، والأكل جاي عليا في أطباق وأنا قاعدة على الشط. تمام، كتر خيرك يا فندم. تأمري أمر، هفسرك إن شاء الله يا أم محمد. أولا لما اللي يمشي مع الرئيس بتاعه أو الرئيس بتاعه أو المسؤول بتاعه أو ما شابه ذلك يدلل على الرفعة والسمو، وإنك أنت هتحصلي على أمر من الأمور في الوظيفة بتاعتك في نطاق العمل بتاعك. موضوع الماء وبالذات لما يكون الماء صافي الله جل وعلا سيحفظك من جميع الأمراض، وإن ربنا سبحانه وتعالى هيجعل لك العيشة عيشة هنية وسعيدة وطيبة وجميلة، لأن ربنا ذكر الماء في القرآن الكريم في أكثر من موضع. من معانا؟ معانا الأستاذة نوال من الرياض، تفضلي. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله يا أستاذة نوال، جزاك الله خير يا شيخ وإياك إن شاء الله. شيخ حلمت حلم ومتخوفة منه، ممكن أقوله؟ قولي خير إن شاء الله يا أستاذة نوال، وارفع الصوت شوية. خير إن شاء الله. حلمت كأني في سيارة ويسوقها شخص قبيح المنظر يعني، نعم، ورايح في طريق ما أدري وين رايح يعني، كأنه بر، ومعي واحدة في العشرين. تمام. واحدة بنت في العشرين من عمرها، وبعد كده وقف في استراحة، يبغى يستريح يعني. تمام. فالاستراحة هذه كأنها بيت عشة، فدخل ريح والبنت صارت معه، وأنا رحت بالخفية طلعت وفتحت الباب وكانت الدنيا ظلمة. تمام. ولما فتحت الباب كأنه انشق النور، كأنه زي الصبح جاء. نعم. وبعد كده طلعت وكان في كبش كبير وقرونة كبيرة، كأنها يعني كبش مرة جميل، كأنه كبش الأضحية. تمام. فبدأ كأنه يبغى يهجم علي، وبعدين فجأة صار، لا صار الكبش يحضني يعني، وصار معي يعني، وانتهى الحلم على أني أقول يا رب ارحمني برحمتك يا الله، ارحمني برحمة من عندك تغنيني بها عن رحمة من سواك، وانتهى الحلم على كده. والخروق والكبش هذا، والكبش هذا صاير بحضني يعني. يا أستاذة نوال أنت آنسة؟ أيوة. هفسرك إن شاء الله يا أستاذة نوال. إن شاء الله خير يا شيخ. إن شاء الله خير، اسمعينا إن شاء الله من التلفزيون إن شاء الله يا أستاذة نوال. أولا موضوع السيارة تدلل على تيسير الأمور في حياتك، إن ربنا هيجعل لك الأمور ميسرة ليس معقدة ليس فيها التعقيد. ناخذ ام احمد وبعد كده نكمل مع الاستاذه نوال ان شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا ام احمد. ربنا يزيدك من علمه يا رب يا شيخ. واياك ان شاء الله، تفضلي. معايا رؤية لبنتي، هي في مشاكل بينها وبين جوزها، فكانت حلمت ان هي ماشيه في الشارع، راحت تشتري فلفل اخضر من واحده بتبيع خضار وكده جنبنا، مسيحيه اسمها ام عوض. تمام. فماشيه لقيت جوزها دوت قاعد عند واحد في مخزن جنب جامع، والراجل دوت اسمه عبد الرؤوف، وقاعد معاه واحد تاني اسمه حمدي. تمام. بس مطرب وشعره منكوش وحالته يعني وحشه، او شكله يعني مش نظيف كده. تمام. وراحت تشتري الفلفل وجايه تشتري البتنجان اسود، فالست قالت لها ده في باربعه وفي باتنين. تمام. فهو مرضيش يخليها تشتري، راح وراها مرضيش يخليها تشتري البتنجان. تمام. فمشيت بعيد عنه، وطول ما هي ماشيه هو مع وراها بالموتوسيكل، الموتوسيكل بتقول له عمال يجري وراها بالموتوسيكل، فبتقول له الموتوسيكل دوت كان ابيض، ايه اللي عمله كده؟ متطرب برضه. تمام. فبيجري وراها هي مش عايزاه، وهي عماله تيجي على البيت عندنا وهو بيجري وراها بالموتوسيكل. تمام. فالمهم في الاخر راحوا طالعين البيت عندنا هنا، فابوها واقف على السلم، فبيقول لها انت قلعتي النقاب ليه وهو داخل بقى البيت؟ قالت له كده النقاب مدين وانا قلعته. فابوها واقف على السلم وشايل ابنها اسمه عبد الرحمن، فهو عايز يشوف ابنه ويبوسه وكده، ابوها مرضيش وتدور، فطلع دخل قعد عندنا، فسلم عليا وسلم على اخوها اسمه احمد، فبيقول لي بيسلم عليا وانا بقول له ما تزعلش، رحت انا بايسه ايده. تمام. فهي زعلت وبتقول لي يا ماما ليه بتبوسي ايده؟ قلت له، فانا قعدت اكلمه كلام كويس
وطبطب عليه وفي الاخر عيطت وهو راح قايم بايس راسي. اللي هو زوجي بنتك؟ اه اللي في بينا مشاكل. تمام، وخلصت الرؤيه على كده. هفسرك ان شاء الله يا ام احمد، هفسرك. اولا بالنسبه لرؤيه الاستاذ نوال، موضوع الرجل اللي هو شكله قبيح وما شابه ذلك وما ذكر يدل ان في انسان يبغيك سواء كان للزواج او غير الزواج، ولكن هو انسان غير سوي، انسان مش كويس بكل المقاييس. ولكن من رحمة الله ومن كرم الله عليك ظهور الكبش لك في المنام، سيمن الله عليك بزوج في صفات كثير جدا مما تريديه ان شاء الله. معنا الاستاذ عزة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا استاذ عزة. حضرتك انا حلمت حلم ان بنت الصغيرة زي ما تكون عربية كانت هتخبطها او هتدوس عليها. تمام. فانا عايزة ازق العربية عشان ما تجيش عليها. فبعدين بقى لما حاولت ان انا ازق العربية عشان ما تجيش عليها، فجأة لقيت بنتي مع والدتي. تمام. ووالدتي بتديني بنتي وبتقول لي ايه؟ بس مش لو هي بتديها لي ما كانتش بنتي، كانت ولد. تمام. وبتقول لي خدي احمد حلو اهو. تمام. بس وخلص الحلم على كده. خلاص هفسرك ان شاء الله يا استاذ عزه. اولا موضوع رؤيه ام احمد، موضوع الفلفل، موضوع البذنجان يدل على النكد وعلى الهم والمشاكل والخلافات، ودي امر واقع. الاشياء اللي انت ذكرتيها وموجوده معاكم في المنام. ولكن انا من اجل اكون واضح معاك يا ام احمد، موضوع انك انت تقبلي يعني يده او تقبل راسه في المنام، حتى لو كان الزوج به بعض الصفات السلبيه فهو يحتاج الى تقبيل الراس، محتاج للمعامله الطيبه الجميله من الزوجه. يعني توصي ابنتك البنت ان هي تعامل الزوج بحكمه وتعامله برقه، والله اعلم. من معانا ام ياسمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا ام ياسمين. ازي حضرتك يا فضيله الشيخ؟ الحمد لله يا فندم تمام. انا ليا رؤيه كده وقلقانه منها وعايزه حضرتك تفسرها. قول خير ان شاء الله يا ام ياسمين. ان شاء الله. انا عندي ابن هو في الجيش حاليا، بس انا شفته في كوبري عندنا في المدينه اللي انا فيها. الكوبري ده بيبقى يعدي من فوقيه قطر، بس انا شفته في الرؤيه ان انا وابني تحت في الكوبري والقطر ماشي جوه في الكوبري. تمام. وده مش عادته. وانا وابني بقول له شفت، كنا بنبص على الناس من بعيد وهما تحت القطر، انا وانت اللي بقينا تحت القطر، ومنا انا وابني والقطر معدي علينا. فابني وهو جاي جنبي كل ما يجي اكس الحديد كده والعجل بتاع القطر احاول ان انا اعرض نفسي وانا تحته على اساس ان انا احمي ابني. فلقيت ان العجل ما اتحول لعجل كانه لعب يعني عجل زي اللي بيبقى في لعب الاطفال. تمام. وابني جاي ما بين العجل وما بين الكوبري كده وانا خايفه عليه، قام قال لي ما تخافيش واحنا نايمين تحت القطر لغايه والحمد لله. يعني كان السواق في تخيله في الرؤية ان هو بيحاول يفادينا واحنا تحته، ولغاية ما عدينا لاخر الكوبري ونفدنا من تحت القطر وهو عدى علينا. ولقيت في الشغل، انا موظفة اصلا، لقيت بقى جاي زميلي واحد اسمه طاهر في الشغل بيقول لي كل الزمايل هتمضي الا انت، لان انا شايفك بعيني في الموقف اللي كنت فيه، يعني زي ما تكون راضع عليا ومصدقني، انت صادقه في اي حاجة لان انا شايفك وانت جاية من تحت القطر. تمام. فمش عارفه انا خايفه من الرؤيه ده على ابني او علي. ان شاء الله اقول خير ان شاء الله يا ام ياسمين. ان شاء الله. هفسرك، اسمعيني من التلفزيون ان شاء الله. اولا في الرؤيه الاولى بتاعت ام احمد، مضمون الرؤيه في كلمه احمد هو اللي هو الابن، كلمه احمد يدل على ان الحياه هتكون محموده وطيبه وجميله وسعيده. بالنسبه لرؤيه ام ياسمين، موضوع القطار وموضوع الابن يدل ان ربنا هيحفظ ابنك من المكر ومن الخديعه، وربنا سيحفظه من الحوادث والكوارث. اسال الله جل وعلا ان ربنا يحفظ مصر جميعا وشباب مصر جميعا من هذه الامور. معانا ام عمر، بعد كده نكمل مع ام ياسمين ان شاء الله. ام عمر فضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا ام عمر. ازاي فضيلتك يا شيخ؟ الحمد لله يا فندم تمام.
والله انا عندي 3 رؤى كده، بس انا كنت متعرضه لعمليه وعملت استخاره قبلها. ارفعي صوتك يا ام عمر وقولي اخر رؤيه شفتيها موضوع الاستخاره. اخر رؤيه شفتيها قبلها وبعدها بعمل. اخر رؤيه شفتها ان انا كنت ماشيه في طريق، و يعني كنت اصغر من سني اللي انا فيه دلوقتي. نعم. ولقيت في في الشارع دوت شباب كلهم ما شاء الله في سن 23 25، كلهم جمال قوي ولابسين ابيض واقفين على الصفين. تمام. وانا ماشيه في وسطهم برضو يعني شابه بس اكبر منهم شويه، بس انا ماشيه وحلوه وصحتي كويسه، بس ماشيه من غير مداس. تمام. انت صليتي يا ام عمر صلاه الاستخاره على اي اساس؟ على ان لو العمليه اللي عاملها دي خلاص هفسرك ان شاء الله يا ام عمر. اسمعيني، الرؤيه بقى الثانيه شفتها. لا كلمينا في اي يوم تاني ان شاء الله يا ام عمر، تمرين امر. اولا موضوع رؤيه ام ياسمين الكماله بتاعتها لما يقال لها ان هي ما تمضيش في الدفتر، يدل ان ام عمر ربنا من عليها بالثقه ومحبة الآخرين، على حب وقبول من بعض الناس، ومن الله جل وعلا عليها بصفة الأمانة وصفة الإتقان في بعض الأمور. أسأل الله جل وعلا لك التيسير إن شاء الله يا أم ياسمين. موضوع رؤية أم عمر موضوع صلاة الاستخارة على الإقدام القدوم لموضوع العملية، ما ذكر في المنام وما قيل دي رسالة من ربنا أنك أنت تقدمي على موضوع العملية وتتوكلي على الله. دي مضمون الرؤية والله أعلم. معنا الأستاذة أسماء. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أستاذة أسماء. أنا حلمت أمي حلمت إن فروعها خضراء نازلة من السماء، تحتيها فوقيها مكتوب أسماء. يا أسماء وطي التلفزيون شوية يا أسماء. اتفضلي تواصل معانا ان شاء الله يا اسماء. يا ريت اللي يتصل بينا يا جماعه يوطي التلفزيون قبل ما يكلمنا. كذلك رؤيه السيده زينب في المنام، المده اللي هي مكثت بها مع النبي عليه الصلاه والسلام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 شهور ثم توفاها الله. السيدة زينب بنت خزيمة تزوجت النبي عليه الصلاة والسلام 8 شهور بس فقط لا غير. فالذي يراها في المنام عدد 8 يدلل أولا على أنه نوع من أنواع البركة. الشيء الثاني الذي يراها في المنام يدلل على تحقيق أمر من الأمور ينتظره العبد. كل هذه الأمور اللي احنا ذكرناها هي رؤية السيدة زينب بنت خزيمة زوجة النبي عليه الصلاة والسلام في علم الرؤى والأحلام. فاصل وتواصل معاكم إن شاء الله. ورجعنا لكم بعد الفاصل أيها الأحبة الكرام. معنا بعض الإيميلات نحب نأخذ البعض منيها بقدر المستطاع. معنا أول إيميل الأستاذة صحر، ما تقول رأيت في المنام بأنني مسحورة، معمول لها عمل أو معمول لها سحر أو ما شابه ذلك. أسأل الله جل وعلا إن ربنا يحل جميع المشاكل لأمة النبي عليه الصلاة والسلام. أولا السحر في المنام اللي معمول له سحر أو هو مسحور في المنام يدلل على أكثر من أمر. الأمر الأول عليه بتقوى الله، إن هو تكون أعماله طيبة، أعماله موافقة للشرع. معنا اتصال الأستاذة منى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أستاذة منى. ازيك حضرتك يا شيخ ابراهيم؟ الحمد لله. ارفعي الصوت شويه. الحمد لله. بقول لحضرتك انا بس كنت عايز اسالك سؤال،
يعني هقول لك على حلم بس عايزه تفسيره عشان ما مش شايفاك في التلفزيون. اتفضلي. انا هسمعك من التليفون. تمام. بص حضرتك، هو انا حلمت ان زي ما يكون ان انا رايحه عشان اتجوز، يعني الفرح بتاعي. تمام. فقاعده في فندق او في قاعه في واحده مسيحيه بتعمل الكيل بتاعها قبل مني. تمام. فبيجوزوها فبيقولوا لي يلا حضري نفسك عشان انت هتبقي بعدها على طول. فانا بقول لهم كتب الكتاب هيبقى بعدها على طول. فلبست الفستان، بلبس الفستان الابيض واصحابي واقفين جنب مني وقريبه ليا اسمها عزيزه. فزي ما يكون ان انا ببص في القاعه بتاعت الفرح اللي انا هنزل عليها، لقيت قصر زي القصر كده بس متعلق في السماء. تمام. يعني كأن قصر مبني على الارض بس متعلق في نص السماء. فبقول لهم ايه ده، ايه القصر دوت؟ فقالوا لي ده القصر ده عامله العروسه اللي قبلك، فهو سيبهولك عشان خاطر يعمل ديكور للي قاعدين، وبعد كده تطلعي تتفضلي. فزي ما يكون قرايبي قاعدين جنبي فبيقولوا لي وانا بلبس الفستان، بيقولوا لي طب وده هنطلعه لك ازاي بطياره؟ طب ده فوق علو الارض بشويه، يعني في السماء بس يعني ايه مترفع للارض كده شو من فوق الارض كتير، فوق العماير كده. فانا قلت لهم هو شكله حلو قوي، بس هم بقى ناس مبسوطين جدا فاكيد جايبين القصر ده لبنتهم، فكويس ان هم سايبينهم لي. فالناس دي اصلا انا اعرفها في الحقيقه هم مسيحيين. تمام. وقمت من النوم على كده ان انا هلبس الفستان وهخش القاعه دي مطرح البنت اللي هتخلص. وقمت من النوم على كده يا شيخ ابراهيم. ابشر واقول الحمد لله يا منى. الحمد لله والشكر لله. انت اللي متكلمينه تقريبا من العباسيه؟ اه. خلاص حفظ سرك، انا عارف احوالك وعارف ترتيباتك. ما انا مش عارفه اسمعك في التلفزيون عشان مش قدام التلفزيون. خلاص خليكي معايا وهفسر لك، اسمعيني ان شاء الله. تفسير الرؤيا يا استاذه منى ان زي ما قلت لك قبل كده في لقاء اخر انك انت معطله بالنسبه لامر الزواج. امر الزواج بتاعك واقف، وقلت لك انك انت ربنا من عليكي بصفه الجمال، فقلت لي نعم انا يقال عني بانني جميله. مع ذلك وكل هذه الامور ان العاقبه بتاعتك يا استاذه منى هتكون طيبه وهتكون جميله، والفرح بتاعك هيكون فرح سعيد جدا جدا جدا، وسيكون مملوء من المشرق للمغرب، يعني سياتي اليك افواج كثير جدا يحضرون المناسبه بتاعتك، وانك انت هتكوني سعيده جدا 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 بهذا الزواج. اسال الله جل وعلا ان ربنا يمن عليك بالزوج الصالح لك ولجميع فتيات المسلمين باذن الله ان شاء الله يا استاذه منى. والناس المسيحيين اللي قبل مني، ما هو يدل ان الـ 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 الاحتفال حيكون لام، والاحتفال حيكون شامل، والاحتفال حيكون عام الى كثير من الناس. والقصر اللي في السماء، القصر يدل على الراحه والسعاده والامن والامان، ويدل على الانبساط، ويدل انك انت حتعيشي عيشه مرفهه، عيشه مدلله مع من سيكون شريك حياتك. اللهم امين يا رب. والله اعلم. مرسي لحضرتك جدا، مرسي لحضرتك جدا، شكرا. تؤمرين امر يا استاذه منى في اي وقت. كذلك اللي يكون معمول له سحر في المنام، اللي تعمل له سحر في المنام وما ذكر، دي رساله من ربنا ان هو يحصن نفسه. وقلنا هذا الكلام مئات المرات يا أمة النبي عليه الصلاة والسلام. النبي جعل لكم الحل، النبي جعل لكم اليسر، انتم ما تعثروا على نفسكم ليه؟ انتم ما تتعبوا انفسكم ليه؟ ده النبي عليه الصلاة والسلام مع سيدنا ابو ذر، والحديث طبعا طويل وكان فيه الجن، ان الذي يقرا ايه الكرسي يحفظه الله من الهوام ومن السباع ومن المكر ومن الخديعه ومن الحسد ومن الجن ومن كل سوء. الانسان لو قرا ايه الكرسي في الصباح يحفظه الله جل وعلا الى المساء، والعكس صحيح. معنا مين؟ معنا ام عمر. ايوه اتفضلي يا ام عمر. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام. انا كنت من بدري بكلمك يا شيخ، ليا كام سنه كده وبالصدفه بقلب القناه دلوقتي ولقيتك، بس كنت عايزه
تفسر لي حلم ان شاء الله يعني. تأمري امر يا ام عمر. الامر لله وحده. كنت دايما احلم ان انا بهرب من مكاني او في حد بيجري ورايا، وبروح انا وزوجي في كنيسة، وعلى اساس ان احنا هنستخبى فيها بقى واحنا مسيحيين مش مسلمين. تمام. ورحت واحدة مسيحية وبتقول لي يعني على اساس ان انا وزوجي اكبر حاجة في الكنيسة او زي القداسة كده يعني. تمام. فواحدة فيهم معها بنت صغيرة جميلة جدا، قالت لي خدي اقرأي سورة مريم وسورة يوسف اعملي لي بنتي رقية شرعية. تمام. مع العلم ان انا متزوجة ليا سنة ونص، والحمد لله دلوقتي ربنا ما كرمنيش بالانجاب يعني. هفسرك ان شاء الله. الرؤية بتاعتك اولا تحتاج لحلقة كاملة، يعني حبيت افسر جميع العناصر وما تات عناصر، لو حبيت اتكلم فيهم تاخد الحلقة كاملة. ولكن بإيجاز شديد وجودك في الكنيسة يدلل بأن الله جل وعلا سيمن عليك وستكون من أهل الحق ليس من أهل الباطل، لن تكون من أهل الفسق ولا الضلال، وإن ربنا حيجعل لك في حياتك الأمن والأمان والاستقرار وراحة البال، لأن من أفضل ومن أعظم ما يكون عندما يرى الإنسان في منامه أنه هو موجود في الكنائس أو المعابد أو المساجد. الشيء الثاني، صورة يوسف لها تأويلات عديدة ولها تأويلات عظيمة جدا، ولكن الله جل وعلا سيمن عليك بالابن الصالح، سيكون لك ابن وسيكون صالح جدا جدا جدا. صورة مريم يدلل انك انت انسانة شريفة وانسانة عفيفة وانسانة طاهرة، وسيحفظك الله جل وعلا من الفاحشة والرذيلة ومن الاثام، ولن تقعي في شيء مخالف للشريعة بفضل الله جل وعلا. اسأل الله جل وعلا ان ربنا يمن عليك بالابن الصالح، والله أعلم. كذلك يا جماعة، الذي يرى في المنام بأنه مصاب من الجن، وبالذات لو تكررت معاه الرؤية أكثر من 5 أو 6 أو 10 مرات، لابد أنه يعمل لنفسه رقية شرعية الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي بالنسبة للإيميل الذي ورد إلينا بأنها مصابة بالسحر في المنام، والله أعلم. رأيت أنني معتقل في إسرائيل أو معتقل في إسرائيل. محمد من القليبية. أولا الاعتقال يدل أنك أنت حتمر بتجربة يا أخي محمد فيها بنوع من أنواع النكد والبلاء والهم والغم، وبالذات الاعتقال لما يكون في إسرائيل، والله أعلم. معنا أم أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أم أحمد. ألو. اتفضلي يا أم أحمد، تعال الهوا. يا شيخ إبراهيم. أيوة، إزاي حضرتك عامل إيه؟ الحمد لله يا فندم. لو سمحت، انا معايا بنتي متقدم لها عريس، فصليت صلاه استخاره. تمام. وحلمت ان انا في البحر كده في مركب ماشيه، وبعدين المركب اتحولت بقت زي حبلين، اتعلقت في حبل، فقلت لبنتي بس مش اللي جاي لها العريس، بنت تانية، بقول لها هاتي لي الحبل التاني ده عشان امسك فيه عشان اعرف اعوم. تمام. فجابت لي الحبل ومسكته وكده، فمره واحده لقيت نفسي ايه، البحر بقي ميه قليله فيه، وفرحت وقلت هعرف اعوم وكده يعني. تمام. فبقيت فرحانه واجري كده، بس الارض لقيتها ناشفه وزي اللي فيها شقيق يعني. تمام. ويا دوبي عارفه احفظ في الارض كده. هو العريس اللي متقدم لبنتك يا ام احمد ما يصلي؟ ماله؟ ما يصلي؟ ما يصلي؟ بيصلي بس متقطع يعني. تمام، حفسرك ان شاء الله. اولا الرؤيه تبين انك انت تقبلي هذا الشاب لزواج لابنتك، لان ربنا ذكر الحبل في القران الكريم بقوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا،
فدي رسالة من ربنا سبحانه وتعالى انكم تقبلوا هذا الشاب للزواج، ولكن توصي البنت اللي هي بنتك وتوصي هذا الشاب ان هم عليهم بالاستقامة والالتزام وعدم الكسل وعدم الامتناع عن الصلاة، ولكن الرؤية تبين انك انت تقبليه لابنتك للزواج والله اعلم. فقلت الشيخ رأيت الدكتور سعيد حساسين في برنامج اعلامي مع الاعلامي عمرو اديب جيهان الهرم. اولا الدكتور سعيد حساسين وهو صاحب يعني قناة من القنوات الفضائية، كلمة سعيد يدل على السعادة والراحة لمن رأت المنام، كلمة حساسين يدل على الفهم، كلمة عمرو أديب عمرو يدلل على طول العمر لمن رأت المنام أو لمن رأى المنام الأستاذة جيهان، كلمة أديب يدل على صفة الأخلاق. الشخصيات لا تعنينا في المنام ولكن تعنينا الأسماء، الأسماء التي تذكر. يعني أنت ممكن تشوف شخصية في المنام يكونش لها تفسير أبدا. معانا مين؟ معانا اتصال؟ تواصلوا معانا إن شاء الله. كلمة أديب يدل على صفة الأخلاق لمن رأت المنام والله أعلم. فضيلة الشيخ جميع الرؤى التي أراها في المنام تتحقق، فهل لهذا تأويل؟ تكلم عن هذا الأمر قبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي يقول في معنى الحديث من خلصت نيته صدقت رؤيته. بمعنى اللي عالم الأحلام ده عالم عجيب وغريب، عالم الأحلام يحير العقول والأذهان. ممكن إنسان يرى في المنام رؤية بالليل تتحقق في الصباح، ممكن إنسان يرى في المنام رؤية وهو نائم يستيقظ على تحقيق الرؤية، ممكن إنسان يرى في المنام رؤية لدولة كاملة تتحقق في الدولة. وحدث على أكثر من قناة فضائية لأكثر من دولة عربية. فيدلل أن من يرى المنام عنده صفة الإخلاص، قلبه أبيض صافي نقي لا يكره ولا يحقد ولا يحسد أحد. فمن أجل ذلك الله جل وعلا يوحي إليه عن طريق ملك الرؤى والأحلام اسمه روحائيل رؤية شفافة، رؤية نقية، رؤية لا ريب ولا شك في هذه المنام أو في هذه الرؤية. بعد أحيان يعني واحدة ترى في المنام رؤية عجيبة جدا صعب أن تتحقق، ولكن في علم الرؤى والأحلام ما فيش حاجة تقول عليها صعب، لأن الأمور كلها تكون دائما بيد من؟ بيد الله. واحدة ترى في المنام أن الزوج بتاعها يأتي من دولة الإمارات وهي نايمة في مصر، ومعروف لما يأتي الزوج مد تعليمات أو اتصالات أو ما شابه ذلك، تقول والله العظيم رأيت في المنام هذه الرؤية أول ما استيقظت، يعني أنا صحيت على الدرج بتاع الباب، أفتح الباب لقيت إن زوجي جاء من دولة الإمارات على حين غفلة. وقيس على هذا المنوال في علم الرؤى أحلام، اللي تتحقق الرؤية بتاعته يدلل بأن الله جل وعلا من عليه بصفة الإخلاص والله أعلم. فضلت الشيخ الرؤية لو يعني فسرت عن طريق الخطأ تتحقق؟ نعم، لو واحد قال رؤية للمعبر والمعبر فصل الرؤية عن طريق الخطأ الرؤية تتحقق، لقول النبي عليه الصلاة والسلام الرؤية معلقة في رجل طائر فإذا ما فسرت
وقعت أي تحققت. تعودنا أيها الأحبة الكرام إن كل حلقة نتكلم على شخصية إسلامية، سواء كان من الصحابة أو كان من الأنبياء أو ما شابه ذلك، فإن شاء الله في الحلقة القادمة نتكلم على شخصية إسلامية مرموقة في علم الرؤى والأحلام، فانتظرونا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.